قبل ما نكمل كلامنا في اطار هذا الموضوع، خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من تونس يقول لنا اخر اخبار واجواء وكواليس ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات دور ال 16. كريم ازيك؟ كابتن اسلام، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام لسه واصلين استاد رابط، يعني لسه كمان اللعيبه داخله الملعب ان شاء الله باذن الله. يعني تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله، ثلاث صفات اولى مباريات دور المجموعات تكون من نصيبنا. كل الاجواء ان شاء الله يا كابتن اسلام مع الحاله اللي احنا اكدنا عليها امس، ومع التشكيل كمان اللي اكيد حضرتك قلته، اكدنا على وجود رامي ربيعه اللي ليه اصرار كبير وكان ليه دور كبير ان هو يكون متواجد باصراره وجديته في التدريب سواء امس او ايضا كمان في فندق الاقامه. الاجواء تأمين كان على اعلى مستوى حتى هذه اللحظه، مجرد وصلنا الى الاستاد اكثر من خمس او ست عربيات لتأمين من فندق الاقامه. دكتور مهند مجد طبعا رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي نفسه بشكل كبير جدا وجود الجماهير، خاصه مجرد رقم 11 لوجود جمهور النادي الاهلي. ايضا كمان الدخول كان الاول قال بالباسبورات بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن بعد التاكيد من الكاف والتنسيق النادي النجم في تذاكر طبعت لجمهور النادي الاهلي، وايضا كمان الايدات الخاصه بيه الاعلاميين. التشكيل زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، بس يمكن طبعا ده كان من الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل وصولهم الى فندق الاقامه، لسه منتظرين القائمه بالكامل الاربعه اللي يكونوا خارج القائمه الاحتياطي. كل ده ان شاء الله كابتن اسلام في خلال لحظات يكون معاك باذن الله، لكن احنا دلوقتي خلاص داخلين على الاستاد، لكن لسه السكور شيت بتاع النادي الاهلي لم يظهر، ولا ايضا كمان السكور شيت الخاص بنادي النجم الساحلي. يعني حتى هذه اللحظه يعني اللي حضرتك جبته ده جبته من المسؤول عن النادي الاهلي، وبالتالي التشكيل اللي انت بتقوله ده لم يظهر رسميا حتى الان. التشكيل اللي احنا قلناه كابتن اسلام هو التشكيل الرسمي، لكن الورقه بالكامل كسكور شيت بالكامل او الاربعه الخاصين بيكونوا خارج القائمه لسه لم يظهر السكور شيت، لكن التشكيل اللي معاك كابتن اسلام واللي متواجد على قناه الاهلي هو التشكيل الرسمي اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه. نفس تشكيل الدونا باستثناء مروان محسن، هيكون رمضان صبحي مكان مروان محسن. طيب قول لنا اجواء الاستاد بقى، هل الجمهور وصل؟ احنا عارفين ان الجمهور التوانسه بيجي قبل المباراه بنص ساعه ولا ساعه، لكن هل الجمهور متواجد؟ عدد الجماهير؟ الصحف في تونس ماذا قالت النهارده؟ واخدين المباراه ازاي؟ يعني كلمنا في هذه الامور. يمكن اكيد يا كابتن اسلام اهتمام اعلامي كبير جدا، زي ما اكدنا في عدد من الجمهور، احنا لسه يمكن خارج البوابات الخاصه بالاستاد رابط، مجرد وصولنا ان شاء الله ووصلنا جوه هيكون العدد معاك، لكن من الصوت اللي احنا شايفينه يا كابتن اسلام العدد مش كبير لجمهور النجم الساحلي، وده اللي احنا قلنا عليه ان مباراه رادس بعيد المسافه شويه من سوسه لرادس، لكن عدد الجمهور من خلال الصوت المجرد بخارج استاد رادس يعني نقدر نقول ان العدد مش كبير، نقدر نقول يعني 1000 او 2000، لكن مش عايز اقول رقم كبير الا لما اخش جوه الاستاد. الاجواء هنا في حضور امني وفي تكشيف امني تفتيش كالعاده بالنسبه للجانب الكونسي. احنا يمكن انا اكلمك كابتن اسلام يعني بيقوموا باجراءات التفتيش معانا الجانب الكونسي، في مجرد خاص بالاعلاميين ومجرد خاص بالجماهير. ان شاء الله كابتن اسلام ربنا يكملها على خير، ونكون المباراه كل الظروف ان شاء الله تكون مؤهله لينا وباذن الله نرجع ثلاث نقاط هيساعدونا بشكل كبير. وباكد لك كابتن اسلام في خلال اللحظات تكون معاك الاربعه اللي هيكونوا خارج السكور شيت وايضا تمام الاحتياطي الخاص بفريق المدينه. انا بشكرك يا كريم، لانه انا عايزك بس لما تخش ان شاء الله جوه الاستاد ونقدر نتكلم معاك ونتواصل ونعرف عدد الجمهور، نعرف حاله الملعب، نعرف كل ما يخص واجواء هذه المباراه ومن خارج القائمه. اذا كعاده قناه النادي الاهلي بننفرد بتشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى.